الهامة استوى أردني أهل الكرامة ورسك بالعالي مرفوع
الحاضرين صلوا على النبي الحاضرين طلتهم هالخريجين يا محلى طلتهم هالخريجين يا محلى طلتهم هالخريجين يا ابي محلاهم برواب التخريج يا ابي محلاهم برواب التخريج يا ابي محلاهم برواب التخريج عاشن قدمي ويا خازات العين يا عاشن قدمي خزات العين You are.
يرفع ايده فوق
روب النجاح يلوق يلوق عالغالي يا شمس زيد يشروق وعابنت الغالي تغنن هذا الروب عليه جن هاهن يا خيا تغنن هاهن يا صبايا وغنن هذا الروب عليه يجن هاهن يا صبايا وغنن هذا الروب عليه يجن قصرتي اخت رجال نجاحك زادك جمال ما قصرتي اخت رجال نجاحك زادك جمال يستاهل بعيون ضمة شوف الناجح بول صف وعينه ترقص قلبه رب شوف الناجح بول صف وعينه ترقص قلبه رب ما يابا هنا يابا من كل تحبته
عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل الأردن ما لقينا لا والله عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل الأردن ما لقينا لا والله من هو يا وطن أغلى منك عينا يا عرق عيوني تسلم يا أردنا من هو يا وطن أغلى منك عينا يا عرق عيوني تسلم يا أردنا ليا وليا وعليا حيهم الأردنية ليا وليا وعليا حيهم الأردنية هذا الأردن وإحنا أصحابه الله الله ما لقينا مثل ترابه لا والله هذا الأردن وإحنا أصحابه الله الله ما لقينا مثل ترابه لا والله غز البيارق عروس الجبال ندق التحية للأردن الغالي غز البيارق عروس الجبال ندق التحية للأردن الغالي ليا وليا يا أردن غالي وحبيب الله الله يلي مثلك ما في طيب لا والله يا أردن غالي وحبيب الله الله يلي مثلك ما في طيب لا والله والله يا أردن لو يطلع بإيدي لو شملك اسمك عدم عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل الأردن. عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل الأردن ما لقينا لا والله عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل الأردن ما لقينا لا والله من هو يا وطن أغلى منك عين الحمد لله الذي اختص نفسه بالحمد واحدا احدا فردا صمدا وقص لنا من اياته عجبا
وأفادنا بتوفيقه إرشادا وأدبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة سببا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى أشرف البرية حسبًا وأطهرهم نسبًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين سازوا الخليقة عجمًا وعربًا. الحمد لله الذي زين قلوبنا بنور الوثاق وسقى أسرار أحبائه شراب لذيذ النذاق، هو رمز قوتنا وفيه وحدتنا، هو للعالمين أجمل شفاء. آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها فضيلة الشيخ حسام المقاتلي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وطيب الله هذه الأنفاس. أصحاب السعادة والعطوفة والوجاهة والشيوخ الكرام، كما الابتسامة بعض من فم الإنسان، وكما الضوء بعض من الشمس، وكما العطر بعض من الورد، فأنتم جميعاً بعض الوطن وعزه ومجده وفخاره. وصدق الشاعر حينما قال: العلم أنفس شيء أنت داخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره، أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، فإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا ما التفت عليه المحافل. ولا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الحفل الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي هذا اليوم الجميل الأغر من أيام هذا الوطن، وفي هذا العرس الوطني الكبير، أبا الابن البار المحب لوالديه الشاكر لله أولاً ثم لوالديه الملازم محمد محمود عيسى الدعجه، أن يتقدم بالشكر أجله وبالتقدير أعظمه للذين كانوا سبباً في إنجاز
هذا الإنجاز الذي سطره في سجل الوطن الخالد ليقدم الإهداء والتكريم لوالديه. ويخص هذا اليوم والد الشيخ محمود عيسى الحاجي أبو محمد، والذي يريد أن يرد إليه جزءا لا يكاد يذكر ولا يعادل قطرة عرق تصببت من جبينه وهو يسعى للوصول إلى هذا اليوم. فهنيئا لك يا شيخ محمود، هذا الإنجاز الذي حققه الله لك ببركة دعواتكم الصادقة أنت ووالدته التي سهرت وصبرت وتحملت للوصول إلى هذه الفرحة وما بعدها فرحة. أدام الله عليكم هذا الفرح الكبير وهذا العرس الكبير. تقدم تقدم يا محمد وقبل يد ورأس والدك، وقدم له البر والشكر والتقدير بمعناه الحقيقي. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم. والذي طالما انتظره واشتاق إليه حتى أصبح الحلم حقيقة وآن أوانه ليزيد من همته وعطائه مع إخوانك ممن هم على مقاعد الدراسة. مبارك يا شيخ محمود، بصماتك الجلية الواضحة، بوركت جهودك يا محمد، وبوركت الرؤى التي تحملها كيف لا، وأنت أردني من أب أردني وأم أردنية. ارفع رأسك فوق، فأنت أردني ابن لواء الطيبة، بل ابن صما بالتحديد. الحفل الكريم، أهلا وسهلا ممن جاء من شرق ومن غرب يحمل في قلبه باقات الحب والفرح. أهلا وسهلا ممن بلقت عيناه شوقا لنا وابتهال. أهلا وسهلا بكم في بلد التحنون والزيتون والزيزفون، يا من بكم تطيب أفراحنا، وبمجيئكم أشعلت الأرض أنوارها وتبسمت كل العيون، فصار بريقها يرتل كل حين، انضاقت الصدور، نثرنا البذور في محياكم فتحولت إلى زهور. فمرحبا بكم، أنتم ثمار بلدتنا ونحن لكم غصون، أنتم جداول أنهر ونحن لكم مراد العيون. والآن نترككم مع الكلمة الترحيبية والتهنئة ومع الحاج صالح موسى الدعجه أبا إسماعيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الأمسية الطيبة نرحب بالجميع بديوان عشيرة بني عمر الدعجة، ونرحب بأهالي صما ولواء الطيبة، وباسمكم جميع نرحب بضيوفنا من بلدة الدجنية من عشيرة الخزاعل وعشائر بني حسن اللي شرفونا في هذه الأمسية الطيبة. وباسمكم جميع نرفع إلى مقام حضرة السيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتخريج الفوج الثلاثين من جامعة الوتر، من جامعة أبا الحسين، من جامعة النشامة، ونهني ونبارك ابن العم ونهني عمي عيسى في أحفاده الذي شافهم اليوم في مركب الوطن وفي مركب أبا الحسين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الديوان العامل في أهله. يا ميت أهلا وسهلا بكم، لا نريد أن نطيل عليكم كون الوقت ضيق، وفي حفلة كمان أخرى عند جيراننا الجداية. أهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للحاج صالح موسى الدعجي على هذه الكلمات الطيبة وهذا الترحيب، ونكرر ترحيبنا بجميع الضيوف، فأهلا وسهلا
بكم جميعا. الحفل الكريم، طالب تدرج في باكورة عمره المدين راحلة راحلة، صفا صفا، يوما بعد يوم، وسنة بعد سنة، فكان الطالب مجتهدا دمث الخلق، وها هو اليوم يمتثل أمامكم وقد تخرج من جامعة مؤتة الجناح العسكري كلية العلوم الشرطية هو وزملاؤه، ليلتحقوا مع زملائهم ممن سبقهم في مرتب الأمن العام. ونخص بالذكر منهم الملازم أحمد أكرم أحمد نجيب عرايبة، والذي سطر هو بالمثل التفوق والتميز في الفوج الماضي، والذي نال فيه المرتبة الأولى وحصوله على سيف الشرف، ليكونا معا وزملائهم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، ولتكتمل المسيرة كما أرادها سيد البلاد حفظه الله ورعاه. والآن مع الكلمة المهندس الجامعي عبد النور أيمن عبد النور الدعجة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا. وبعد، بداية أقدم ترحيبي وجزيل شكري باسم عشيرتي بني عمر العجل وضيوفنا من عشائر صم الأبية ولواء الطيب الأشمس، كما وأخص بالذكر عشيرة بني حسن الكرام، لحضورهم وتواجدهم معنا في هذا اليوم المبارك ومشاركتنا فرحتنا بتخريج الملازم محمد محمود العجل من جامعة مؤتة الفوج الثلاثون. حقيقة في أي قسم شجاع يظهر عموم الناس المظهر الخارجي مثل الفتاة الأنيقة لابسة محمد، لكن في واقع الحال تكون خلف هذه القصة كواليس مزدحمة ومليئة بالتعب والظهر، تعرض البرد الغارس والشمس الحارقة، والتقلبات الاجتماعية والمادية والنفسية. هاي الظروف تكون مشتركة بين كل الطلاب اللي على مقاعد الدراسة الأكاديمية، لكن الجدير بالذكر إنه كل ما ذكرنا المصاعب وبعض أضعاف كثيرة عندما يتم الجمع بين الجانبين العسكري والأكاديمي. طبعا لا يكفي الحضور والانعاش والتجربة، ولا المؤتمرات العسكرية من مناورات وغياب عن الأكل والوقت والوظائف وغيرها أشياء كثيرة. طبعا هذا الشيء يفترض يكون موجود بأي شخص لازم يتحمل مسؤولية حماية وطنه والمحافظة على الأمن فيه. طبعا اللي بيميز شبابنا الأردني إنه بيكون تربى على العز والكرامة من صغر، فلما بيجتمعوا مع الصبر والخلق القويم بيطلعوا بشخص مثل محمد. فرجو الله عز وجل أن يتمم عليه فرحته وأن يجعل الجميع ما مر عليه من تعب في ميزان حسناته وحسنات والديه، وأن يبقى دائم الدوام في تألق وإبداع في ظل والديه وأقاربه وأصدقائه. ووجود الترحيبي بالضيوف الكرام، وأشكرهم على حسن استماعهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحيب خاص من عشيرة الدعجل السيد راكان محمود السبيدي الدعجل طبربور، والذي حضر وتحمل عناء السفر، فأهلا وسهلا به وحيا الله. الحفل الكريم، الملازم الشرطي محمد محمود الدعجل، كبر بك المكان يا محمد، فكن عند حسن ظن الجميع بك عاليا لا متكبرا، متواضعا لا هابطا، تقبل المعذرة وتقيل العثرة، فأنت وبحق ستكون جنديا من جنود الجيش العربي المستضعف. نعم وعدت فأتممت الوعد، نعم
أنفذت ما قطعته على نفسك وضميرك رغم قساوة الظروف ونحاس الأيام وهموم الليالي لتكون بارا بوالديك، فنعم السلف هم ونعم الخلف أنت. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ عبد الرؤوف المقابلة أبا حمزة فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن يبدو أنه مع الهرس يبقى الدرس، فلن نقل عليكم أبدا. أيها الأحبة، هي رسائل سريعة جدا. نبدأها بالتهنئة لأبي محمد، وأهله وعشيرته ولأهل صمة ولوطننا الكبير الذي نحبه ونعتز بالانتماء إليه بهذا الإنجاز، أن يخرج لنا هذا الشاب المؤدب المميز بأخلاقه، هذا الشاب المميز في تفوقه أيضا، لينضم إلى كوكبة هذا الوطن بناء وتقدما وازدهارا ونشرا للعدل والأمن بإذن الله. فألف مبارك يا محمد ويا أهله جميعا. أيها الأحبة، الرسالة الثانية هي دائرة الوصية. فالوصيتنا لمحمد بعد هذا الإنجاز أن يستمر برا بوالديه اللذين قدما ما استطاعا إليك يا محمد حتى تحقق هذا الإنجاز وهذا المركز وهذا المنصب. وأما الثانية، أن تكون جنديا مخلصا وفيا لهذا الوطن تساعد في بنائه، ودائما شعارك تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وبعد هذا الانجاز ان تواصل المسيره طلبا للعلم وضربا لما فيه رفعه هذا الوطن ايها الاحبه. ثم الثالثه، هي رساله جميعا، ان تقدم الامم وبناء الاوطان وتشييد الحضارات لا يكون إلا بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبناء الأوطان والمجتمعات والحضارة لا يكون إلا بالعلم بعد تقوى الله عز وجل. نهنئ وطننا الغالي بهذا الإنجاز وبهذا الجندي من جنود وطننا، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خير أمته وخير دينه ومجتمعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للشيخ عبد الرؤوف على هذه الكلمات. وحقيقة الملازم محمد محمود الدعجي بتقدم بالشكر الجزيل، وبرحب بشباب الدجنية والرحاب والبشيرفة، شباب الخزاع لبني حسن، شباب عشيرة بني حسن وأخر شيلة، وشباب الحرابش المغرب وأبو مالك والفيداد، حياكم الله ضيوف عهد صمة جميعا وبارك الله بكم. الحفل الكريم يا أحفاد خالد وأبو عبيدة ومعاذ وشرحبيل وسعد، أيها المرابطون على ضفاف النهر الخالد، الوطن بحاجة إليكم لحمايته والذود عنه، وللأوطان في دم كل حر يد سلفا ودين مستحق، فلعمان العاصمة ولكل الوطن العزيز فهاء العز والعنفوان، فهذا هو وطن العاديات ضبحا، وهذا هو وطن الجيش المصطفوي. سواد العين يا وطني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك، وكم أنشأت من حر أبين كساك من المفاخر ما كساك. والآن مع فقرة المتعة والحماس والشوق وقيس الهمة،
كرسي 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 واحد وكسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باختصار شديد، بقلوب تفيض برحيق المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات مفعمة بروح الأخوة، أحييكم أجمل ترحيب بمشاعر تتدفق بالحب والولاء، فبالفخر والاعتزاز ألقاكم بهذا الديوان الكبير العامد الذي يحتضن بين أركانه أهلي وناسي من أبناء بلدتي الغالية عشائر عجل. فبعيد عن جمال صحب أجدية الحروف والكلمات، دعونا معا نقترب من أجدية الفخر وحروفه، حيث الشموخ والعطاء والنجاح ورمو الأعالي. فقد مضى التاريخ مفتخرا أو بات الحلم ورديا، معانقا طيوف الحلم، فالنجاح كنور الصباح تراه مع شقشقة انتصاراته وتنصت إلى تغريدات إنجازاته. فبعد الجد والنجاح لا بد وأن ننال ما كنا نسعى إليه، كحال ابننا الغالي الملازم محمد محمود عيسى العجل الذي لمسنا نجاحه على أرض الواقع بعدما أن كان حلما، فأصبح هذا الحلم واقعا جميلا بإصراره وشغفه وإرادته القوية. فدعانا صوت نجاحه وجذبتنا رائحة جهوده فرحته العطرة، فجئنا هنا لنبارك بقلب رجل واحد قلبا فرحا محبا للجميع، ولنقول لابننا الغالي الملاذ محمد العبد، اليوم اطعم الله الفخر والنجاح قد تبسم لك، ونجوم الحاضرين من حولك تلمع وتزدان بالجد والمثابره، حققت امالك وها هو تاج العلم قد توش به وقد نلت ما ترجوه من تعب الليالي. هنيئا بك وهنيئا لاهلك وعشيرتك، ودام قمر نجاحك وفخرك على الدوام، مضيئين ساطعين نقتبس منهما كل ما هو جميل. الف مبروك بحجم السماء وبحجم الارض. واما رسالتي للشباب فالمفخر انتم صانعوه، فلا تضيعوا منكم الفرص، والوقت صحيح قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وتواجهون بعض الصعاب، لكن ربان السفينة المميز لا يمكن أن يكتسب سمعته من الإبهار في مياه راكدة. وأخيرا ليس آخرا، اسمحوا لي باسم قيس مقابله وباسم قيس الهمة وباسم شباب كل صمة أن أقدم شماغ الفخر لابننا الغالي ابن صمة محمد العجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لقيس الهمه على هذه المبادره، وهذا ليس بجديد او بغريب عنه، فهو دائما السباق للتكريم لجميع خريجي ابناء هذه البلده. شكرا جزيلا. الحفل الكريم جميل ان يموت الانسان من اجل وطنه، ولكن الاجمل ان نعيش من اجل هذا الوطن. في مآق العيون وسويداء القلوب انت يا وطن الحبيب، ولتبقى عصيا على الاعداء يا وطني، جسر لا يعبر وكنف لا يوطى وعقبه لا ترتقى، ودون ما يبقون شيب الغراب ومخ النعام. الحفل الكريم اصاله عن نفسي ونيابه عنكم جميعا ومن سويداء القلوب، نبارك لصقور هذا الوطن هذا اللواء ابننا الملازم محمد محمود عيسى الدعجل وعائلته ولآل الدعجل، كما ونبارك لابننا الملازم حسام صالح حسين قايل جدير وعائلته ولآل جدير ولأهل صمة جميعا، ونبارك للملازم عثمان خالد أبو مهنا ولآل العلاونة، ونبارك للملازم عبد الرؤوف جمال محمد سليم خضيرات وآل خضيرات وعائلته الكرام، وللوطن أجمع هذا الإنجاز وهذا السمو والرفعة، متمنين لهم جميعا أبناء هذا الوطن
مزيدا من التقدم والنجاح. مبارك 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 يا وطن ما احسنك. عاش الوطن، عاش الملك حرا ابيا، وعادت فلسطين ولو بعد حين، وستنتزع حقا مشرعا من خاصرة الباطل، وانه لحق مثلنا انكم تملكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالجميع وشكرا لكم، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، ان شاء الله نردها لكم بالافراح. فوق الأرض متعب السجار بقلوبنا يا دار، أو ما نقبل بغير الوفي يملي علينا شوار، أو هذه عقيدة كل شهم بهالوطن يقول بكل شرف، يا نندفن أحرار أحرار. يا أردنية متعب السجار السجار. كلمات محمود العزام، الحان متعب السجار، توزيع يا
واحد اسمع مالك جمال
الليل وما أدراك ما رب الليل من صفرة جنسنا الشباب الصيف الله I'm not afraid.
حبايبه واصحابه اللي كان يطلبهم ونجال الكل اللي قاعدين على الكراسي للجارين الشباب. طالع 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 Thank you.
نظام انت خلاص حط الطربوش ولا بعض بدري ما خلص وضعيه رجع ارجع ما خلص عم صور يا اخي كيف اذا فوت على الموقع تاعك رقم قاعد معك تسجل بني هاني اه عماده بني هاني